صباح الفل، يا صباح الإيان، يا صباح العصافير. غسونتي يا حبيبي؟ نعم يا حبيبي. يا غسام ما في تفضى، أنا أستاذ عدنان تبع الجغرافيا. نايم حبيبي غسام. قلت لحالي أبوك انقلع من البيت، وانت باعتبارك كبير سابق قلعوك من معهد. قلت لحالي بنبرق لعند غسان وبفطر انا وياه ونكسر هالصفرة. بس انا لا بكسر الصفرة ولا بفطر. يا اخي خلي يكون عندك ديمقراطية، اذا انت ما بتفطر انا ما بفطر، خلي احاسيسك مرهفي. يا حبيبي روح افطر ببيتك. يا حيوني بدي افطر عنكم، شو ما شاء الله براتكم بنكون. بس حابب اقول لك على شغلي. شو؟ سامحونا. أنا حابب أقول لك على شغلي. أبوك القديش قلعني في الشغل وحبك تتواصل في عنده. أنا بشغل بابا ما بتدخل. يا حبيبي كرمالي. يا حبيبي قلت لك ما بتدخل. يا عيوني يا فلزة كبدي، أنا طالب منك شغلي تقول له لأبوك إنه أنا ندمان. بعدين عيب علي، أنا أستاذ جغرافيا، عيب علي. اقفل، ما تبعت الشرطة في خدمة الشعب. غسانو حبيبي، أنا بدي أحاكيك بسعر أبوك، وأنا أستاذك السابق. يا قديش شو ناوي تساوي بعد ما قلعوك من المعهد؟ هلا أنت مو كنت أستاذي بالمدرسة، فأنا خلص أخذت المعلومات الكافية والوافية، فأنا خلص بطلت هي قصة الدراسة كلها من بعضها. يا أخي بتم قديش، مو بإيدك، مو بإيدك. لا أنا برفعك لفوق، أنت بتنزل لتحت. اطلب العلم من اللحد إلى المهد، أو العكس من المهد إلى اللحد. شو ما بدك زوم، أنت شو حابب تطلع؟ أنا مو قدوتك؟ خد النظارات، خدهم طليان على وشك لشوف. هاي ديكك أستاذ غسان، شو في أحلى من هيك؟ يعني أستاذ عدنان، وبدك بعطيك شنتايتي رجوع ما عاد شفت يا أخي، وبعطيك خليط وبطل عربي دعاية، شو بدك أحلى من هيك؟ طب أنت مجرد تاكل خسة قبل هالمرة؟ هاي الخسة أستاذ عدنان بتتاكل هيك، يعني تتقطع وحدة بتتاكل والثانية بتتاكل، مو بفرد مرة بتنحشر تمك. لك يا غسان يا حبيبي كله رايح على الخلاط يا حبيبي. ست مستكولات من يزن، وأربعة من طارق، وثلاثة من أبو الحروف. شو بده؟ لك أنا شو بيزعلني منك؟ هدول هاد هادو لعدت الحق إياهم منهم. أنا مسكول ما عم يجيني. بدي أحكي. إيه طارق؟ بيروشك مو لك.